يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بيكم. حلقه جديده من السادسه تبدا مع حضراتكم. تحياتي لكل الاهلاويه اللي هيتابعوا حلقه النهارده، وهي ان شاء الله حلقه خاصه ومميزه هننفرد بيها بلقاء مع واحده من الجواهر الالمانيه، لوكاس بودولسكي، نجم كبير جدا في سماء الكره الالمانيه، لعب لاكبر الانديه في اوروبا ومنها طبعا بايرن ميونخ، منها ارسنال، وجوله في الكوكب كله، لعب في تركيا ولعب في اليابان ولعب في وما زال بيلعب حتى اللحظه في بولندا. بالتاكيد هو واحد من اهم بطل عالم طبعا مع المانشافت، مع المنتخب الالماني. هيشرفنا ويكون ضيفنا النهارده في السادسه. وبالمناسبه اللي تابع معانا الحلقه الخاصه بمشوار كولر، مارسيل كولر، مدير فني نادي الاهلي، بدايه من مشواره في الملاعب وصولا للمرحله اللي يعني طبعا مشواره مع التدريب سواء مع منتخب النمسا، مشواره في المانيا وصولا لمرحله تدريب النادي الاهلي، عارف وكويس جدا. واحنا يمكن ركزنا في لقائنا على انه مارسيل كولر هو مكتشف الجوهره الالمانيه لوكاس بودولسكي في الوقت اللي كان بيلعب فيه مع كولن. هنتكلم معاه عن حاجات كتير وملفات كتير مع بدايه موسم الدوري الالماني بايرن ميونخ، بما انه كان واحد من نجومه، وارسنال وتوقعاته ليه في الموسم الحالي تحت قياده ارتيتا. هنساله كمان على لعيبه مصريين يمكن يكون زميلهم او شافهم او اتفرج عليهم وتابعهم في الفتره اللي كان بيلعب فيها في المانيا، هيكون ضيف علينا في السادسه. هنتكلم على الميركاتو، عارف طبعا خبر اليوم ومن امبارح بالليل، يمكن الخبر كان عندنا ولكن لم يتم الاعلان عنه بشكل رسمي، رحيل نجم النادي الاهلي السابق بقى محمد شريف، هدافه السابق محمد شريف لفريق الخليج السعودي في صفقه اعتقد ان الجميع الاطراف فيها حاول مكاسب كبيره جدا، سواء شريف نفسه اللي بيخوض تجربه احتراف خارجي نتمنى له فيها طبعا كل التوفيق، سواء النادي الاهلي اللي تقاضى مقابل مالي اعتقد في ظل طبعا معطيات عقد شريف انه متبقي ليه سنه واحده وكان يحق التوقيع ليه لاي نادي تاني في يناير المقبل، فاعتقد ان الاهلي كمان استفاد، والخليج بالتاكيد اللي استفاد باستقدام مهاجم مميز جدا، مشواره ارقامه مع الاهلي حتى في الفترات اللي الناس شافت انه شريف ما ظهرش بحالته او في الفورمه العاليه اللي كان ظاهر عليها في مواسم قبل كده مع النادي الاهلي، كان شريف مؤثر جدا جدا وارقامه هي اللي بتاكد على المعنى ده. في النهايه شريف خرج ايضا من الباب الكبير، والاهلي دايما الحقيقه يمكن بمواقف كتير ومع تجارب كتير اثبت انه ما بيوقفش ابدا امام مصلحه ولاده اذا كان عندهم رغبه في ان هم يخوضوا تجربه، الاهم بالنسبه لهم هو ازاي ده يحصل، وده اتكرر مع حمدي وشفناه كمان بيتكرر مع شريف. عايز اقول لكم بالنسبه لشاشه الاهلي وبالنسبه لعشاق الهاندبول، هنتابع مع حضراتكم على شاشه الاهلي كاس الابطال الدوليه اللي بتشارك فيها فرقه النادي الاهلي لكره اليد، وخليني استعرض معاكم كده عدد ماتشات او مواعيد ماتشات الاهلي اللي هتكون بدايتها النهارده ان شاء الله بماتش هيواجه فيه النادي الاهلي فريق يورو فارم باليستر. يورو فارم باليستر، الاهلي بيلعب طبعا مع كبار العالم في البطوله دي، منهم برشلونه، منهم مونبلييه، الاهلي في مجموعته فريق مونبلييه الفرنسي، مع الاهلي، مع يورو فارم، ومعاه سلوجا ام ار كي سلوجا. بكره ان شاء الله هيكون لقاء النادي الاهلي مع مونبلييه، هيكون المباراه الساعه 10 تقريبا بتوقيتنا، ماتش النهارده هيكون الساعه 8:10، ويوم 17 الاهلي هيواجه سلوجا. في متابعه الجروبين او المجموعتين اللي في المجموعه، مونبلييه مع الاهلي مع يورو فارم مع سلوجا، وفي المجموعه بي برشلونه وزغرب وسالجي و فوجوفودينا، اعتقد ان انا قريت الاسم صح، اعتقد الاسم يمكن حاجه لاوروبا الشرقيه. طيب فاصل ونرجع نبدا حلقتنا مع حضراتكم. القصه هنا مش قصه ارقام، مش قصه واحد من اهم الهدافين اللي جم في تاريخ الكره الالمانيه وجم في تاريخ انديه كبيره زي الارسنال في انجلترا او بايرن ميونخ في المانيا، القصه قصه لاعب تستمتع بالكره معاه، ومش هبالغ لو قلت ان هو يمكن يكون الامتداد الطبيعي لكبار وعظماء الهدافين في الكره الالمانيه زي رودي فولر، زي كلينسمان، زي اوليفر بيرهوف. لوكاس بودولسكي هو ضيفنا في السادسة النهاردة، طبعا شرف لينا أنه يكون موجود معنا، نرحب بيه واشكره طبعا على مشاركته وظهوره معنا، وأهلا بيك على شاشة الأهلي لوكاس بودولسكي نجم الكرة الألمانية. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم أحمد، أهلا وسهلا بك. أهلا بيك لوكاس. لوكاس الحقيقة أنا حابب أبتدي معاك
من البدايات، حابب ابتدي معاك من كولن لان دي مرتبطه كمان بينا كجماهير للنادي الاهلي وكعشاق لي مع وجود اسم صنع الفارق مع النادي الاهلي وهو مارسيل كولر. وبالمناسبه مارسيل كولر يمكن هو اللي قدمك وهو اللي اكتشفك لما كنت بتلعب في كولن في بدايه مشوارك. اهم ذكرياتك، اهم مواقف مارسيل كولر، وايه البصمات اللي سابها مارسيل كولر على لوكاس بودولسكي في بدايه المشوار؟ في البداية أشكركم على هذه الدعوة لهذا الانترفيو لهذا اللقاء الجميل معكم، أقدر ذلك وتحياتي لكم وكل جمهور النادي الأهلي. متابع لكم ومتابع أيضا للنادي الأهلي، أعشق مارسيل كولر، هو كان فعلا مدربي. وبالمناسبة أود أن أحييه وأهنيه على نجاحاته معكم مع النادي الأهلي. شكرا لك وشكرا لمارسيل كولر وتحياتي له. نرجع لمحطة الانطلاق كولن، أهم البصمات، أهم النقاط اللي استفاد منها لوكاس بودولسكي من المدير الفني في الوقت ده مارسيل كولر. نعم، مارسيل كولر هو من اكتشفني عندما كنت 17 سنة مع نادي كولن الألماني. نعم، هو كان يزورنا بالصدفة وكان يتابعنا ويتابع الناشئين، وفي يوم من الأيام اتصل بي وطلب مني الحضور إلى المكتب ودعاني لزيارة قصيرة، وقعدت وتحدثت معه. كان في أحد المعسكرات وكنت سعيد جدا وتمنيت طبعا في البداية أن ألعب للبوندسليغا. أعجب بي مارسيل كولر ورأى قدراتي وهو من اكتشفها. بالفعل هو من ضمني للفريق الأول في البوندسليغا في ألمانيا في كولن، وما زلت في كونتاكت معه ونحن أصدقاء وعلى تواصل دائم معه. هو فعلا المدرب الأول الذي اكتشفني، وأنا فعلا حتى الآن عاجز عن الشكر لما قدمه لي مارسيل كولر. هل ما زال في تواصل بينك وبين مارسيل كولر حتى يعني اللحظة؟ نعم، أنا ما زلت في تواصل مع مارسيل كولر. إزاي شفت مشواره في الموسم الأول ونجاحاته مع النادي الأهلي، تحقيق كل الألقاب أو معظم الألقاب في البطولات اللي خدها، وخصوصا لقب طبعا غالي وعزيز على الأهلوية وهو لقب دوري أبطال إفريقيا؟ كما ذكرت في البداية، أنا سعيد جدا أن أكون واحدا معكم في هذا الانترفيو في هذا اللقاء، وأعلم أنكم لديكم فانس وجمهور كبير. نعم، تحياتي وتهانينا لمارسيل كولر على الشامبيونز ليج الافريقي وبطوله ابطال افريقيا. تابعت ذلك بشكل كبير وكتبت لمارسيل كولر، ارسلت له رساله تهنئه وتحدثت معه وكتبت له رساله تهنئه وهنأته شخصيا وارسلت تهانئه للفانس لجمهور النادي الاهلي وتمنيت له التوفيق وما زلت اتمنى له التوفيق واتابعه. تجارب يمكن مارسيل كولر أضيف ليها تجربة المشاركة في كأس العالم للأندية مع الأهلي الموسم الأخير. طبعا أنت بالتأكيد تابعت مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نسخة سابقة قبل كده من بطولة كأس العالم، لكن إيه اللي تتوقعه أو إيه اللي تنتظره من نسخة كأس العالم الجديدة اللي هيشارك فيها الأهلي أيضا تحت قيادة مارسيل كولر مع كبار العالم، وخصوصا طبعا السيتي بطل أوروبا في الموسم الأخير؟ نعم، هي فرصة عظيمة، فرصة كبيرة لأي فريق لعرض أدائه ومشاركة في حدث عالمي مثل كأس العالم للأندية. نعم، أنا أعتقد أنه فرصة لابد من استغلالها بوجودك بين الفرق الكبيرة واللعيبة الكبيرة وفرق عظيمة مثل مان سيتي. هذه هي مفاجأة. أعتقد أنه مارسيل كولر قد يحدث الفارق ويحدث مفاجأة بالحصول على لقب كأس العالم للأندية هذه المرة. أقف معاك شوية مع الكرة الألمانية، إزاي بتشوف انطلاقة الموسم الجديد ميركاتو الأندية الألمانية وخصوصا بايرن ميونخ اللي بدأ الموسم بخسارة أمام لايبزيج طبعا لبطولة كأس السوبر بنتيجة إلى حد ما تعتبر ثقيلة على البافاري وهي نتيجة 3-0، إزاي شفت انطلاقة الموسم بالنسبة للبايرن؟
نعم هذه مفاجأة كبيرة. بايرن لم يظهر بالشكل القوي ولم يقنع. كان هناك انتقادات كبيرة ضد البايرن في ألمانيا. أنا دائما حريص عندما أشاهد مثل هذه المباريات. أنا كنت أشاهد ذلك في الويكند العطلة الأسبوعية في الأسبوع الماضي، ولكني كنت حزين فعلا. وأعتقد أن لايبزيغ ودورتموند، بروسيا دورتموند من الفرق المهمة التي تنافس دائما. عندما هذا حدث أيضا العام الماضي، وهناك دائما منافسة من هذه الأندية ضد الفريق البافاري. قبل ما أتكلم على المنافسة على البونز ليجا، يهمني أسمع رأيك في صفقة هاري كين، وهل هو من وجهة نظرك أو من وجهة نظر جماهير البايرن ممكن يكون الخليفة الشرعي لروبرت ليفاندوفسكي، ولا هي مجرد محاولة لتعويضه زي ما كان مع ساديو ماني؟ بكل تأكيد أنا أعتقد هذا هو المركز الذي ينقص والقطعة الناقصة لمنظومة الفريق البافاري. أنا أعتقد أن هاري كين هو الوحيد الذي قد يستطيع أن يعوض غياب روبرت ليفاندوسكي. هذا المركز يبحث عنه الفريق البافاري منذ فترة طويلة، يعني دفع أكثر من 100 مليون يورو، وهذه صفقة عالية جدا. وأعتقد أن هاري كين سوف يضيف الكثير طبعا باستغلال الفرص الكثيرة وترجمتها لأهداف. هاري كين مميز جدا، مهاجم قناص، مهاجم يستطيع أن يصنع الفارق ويساعد الفريق البافاري. أنا أعتقد أنه دعنا نرى كيف يتأقلم هاري كين بسرعة في البوندسليغا. أتمنى له كل التوفيق وأنا أثق فيه، وأعتقد هو لاعب عظيم مثل هاري كين قد يحدث الفارق مع الفريق البافاري. بمناسبة صفقات البايرن، هخلي نفس الملف مفتوح واكلمك على ديخيا، اللي ترددت انباء على اهتمام اداره بايرن ميونخ بالتعاقد مع ديخيا حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، وخصوصا ان هو هيكون فري ترانسفير بعد انهاء عقده مع اليونايتد. هناك فعلا تقارير كثيرة، لأن مانويل يورال مصاب وسمعنا إشاعات وتهاكمات كثيرة. دعنا نرى فريق طبعا الفريق البافاري واحد من أهم الأندية في العالم، وهناك كثير من اللاعبين يتمنون اللعب للفريق البافاري. أنا أعتقد أن 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 أن, أن, أن الفريق البافاري يبحث عن اللاعب الذي يناسب السيستم. نعم مانويل نوير وهذه الإصابة الكبيرة، قد يكون ديخيا هو اللاعب البديل أو الحارس البديل، وأنا أتمنى ذلك ودائما في اندهاش وأتابع ذلك بشدة. أروح معك للدوري الإنجليزي، وبالمناسبة لو عملنا مقارنة أي فترة، أنت لعبت في اثنين من أهم الدوريات وأكبر الدوريات على مستوى العالم، الاثنين برضو من أكبر الأندية، سواء البايرن في بوندسليغا أو سواء الأرسنال في بريمير ليج. ايه الفتره القريبه من قلب لوكاس بودولسكي؟ ايه الفتره اللي حسيت فيها انها قمه التالق او التوهج ليه في الملاعب؟ أعتقد عندما كنت مع الأرسنال كانت فكرة توهجي. هناك الليغا مختلفة، هي الأفضل في العالم، هي وعندما تحدث عن وقتي مع الأرسنال كانت التيمبو والسرعة عالية. طبعا يختلف البريمير ليج عن البوندسليغا في القوة والسرعة. عندما كنت مع أرسن فينجر أو كان مدربي وكان يلعب كرة هجومية، وكان هناك فرص كثيرة وصناعة فرص كثيرة، وكنت أحرز أهداف كثيرة. هذه الطريقة من اللعب الهجومي عجبني جدا، وكنت معجب بذلك، وكنت متأقلم في هذه المنظومة مع أرسن فينجر وهذه الطريقة الهجومية، وأحرزت أهداف كثيرة. هذه عندما أقارن ذلك بالبوندسليغا، لا طبعا هناك فارق كبير، الأرسنال هو الأفضل. أرسن فينجر واحد من الأساطير اللي اشتغلت في الدوري الإنجليزي، وبالتأكيد محدش يختلف أنه صنع إنجازات وبطولات كتيرة جدا للأرسنال. هل بتشوف أنه طريقة رحيله من الأرسنال ما كانتش مناسبة لحجم عطاءه أو لتاريخه، وأنه كان يستحق أفضل من كده؟ نعم،
أعتقد ذلك. عندما ننظر إلى الأرسنال في الوقت الحالي فنرى أنه فعلا ينقصه مدرب مثل أرسن فينجر، فريق كبير لديه استاد كبير، جمهور، قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم. أرسن فينجر كان مدرب مهم جدا للأرسنال، وأتمنى أن أرتيتا أيضا بدعم كبير، أعتقد ذلك، وسوف يظهر بشكل كبير في الشامبيونز ليج. أرتيتا هو مدرب أيضا مهم، وأعتقد قد يكون هو خليفة لأرسن فينجر، وأتمنى طبعا أن يعوض وجود أرسن فينجر. ولكن أرسن فينجر مدرب أسطوري، رحيله كان صعب وفجوة كبيرة للأرسنال. توقعاتك للأرسنال السنة دي؟ قدم موسم رائع الحقيقة بشهادة الجميع بشكل كبير جدا تحت قيادة أرتيتا، عمل ميركاتو البعض بيصفه على أنه هو الأقوى على مستوى الدوري الإنجليزي. إزاي بتشوف أرسنال في المنافسة على لقب البريمير ليج، وأيضا حظوظه لأن اسم الأرسنال أبدا من المنافسة أيضا في بطولة الشامبيونز ليج؟ نعم، بالتأكيد هو أعتقد سوف يقدم نفس الأداء مثل الموسم الماضي. بوندسليغا بايرن ميونخ هو دائما هو الأول، حتى منذ 10 سنوات البايرن يهيمن ويسيطر على كل البطولات في البوندسليغا، وهذا مختلف تماما عندما ننظر للبريمير ليج. فأعتقد أنه صعب الهيمنة والسيطرة، ولكن أتمنى وأعتقد أن الأرسنال سوف يرجع بقوة وسوف دائما يصبح في المقدمة، وسوف وأعتقد من أرتيتا قد ينافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي لهذا العام. أتمنى لهم التوفيق وأؤمن بهم وأؤمن بأرتيتا وأؤمن بهذه المنظومة بهؤلاء اللاعبين، وأتمنى لأصدقائي الذين ما زالوا يلعبون مع الأرسنال أتمنى لهم كل التوفيق، وأتمنى أنهم يحرزوا اللقب لهذا العام. أهم الأسماء اللي يمكن كانت موجودة على ساحة الكرة في أوروبا رحلت، يعني كريستيانو رونالدو رحل، ليو ميسي رحل، إن كانت الوجهة يعني كريم بنزيما رحل، وغيرهم من الأسماء الكبيرة سواء للولايات المتحدة الأمريكية أو لآسيا. بتشوف ده تأثيره إيه على الأندية في أوروبا، وبتشوف مين هي النجوم اللي حظها أفضل لخلافة الأسماء الكبيرة دي؟ أنا لا أعتقد أنه سوف يؤثر بشكل سلبي على أوروبا، بالعكس سوف طبعا بكل تأكيد سيؤثر بشكل إيجابي على الدوري السعودي وعلى دولة السعودية. نعم، أنا أعتقد أنهم يركزون باستقطاب لاعبين نجوم كبار للدوري السعودي، ولكن دعنا نتحدث بأمانة وبصدق أن اللاعبين أصبحوا في سن كبير، وأعتقد أن قوتهم قد تؤثر فقط بشكل إيجابي داخل الدوري السعودي مقارنة بالدوري الأوروبي، فهم أصبحوا في سن كبير ولا يؤثر ذلك أو لا يؤثر رحيلهم بشكل سلبي على أوروبا. أنا بيتهيألي إن كان ليك تجربة في مرحلة من المراحل أو في وقت من الأوقات اللعب في الدوري اليوناني، أعتقد في نفس الفريق اللي كان بيلعب فيه أندرياس إنيستا، طبعا الأسطورة الأسبانية. في اليابان. مظبوط. ايه الفرق بين الكره في اوروبا والكره في اسيا؟ واحكي لنا اكتر عن تجربتك كمان مع اندرياس انيستا بوصفه واحد من اللعيبه الحقيقه اللي ما يعني مش هيتعوضوا، اعتقد موهبه قدمت كتير للكره سواء مع برشلونه او مع منتخب اسبانيا. إنيستا هو لاعب عالم، واحد من أفضل اللاعبين الذين صادقتهم وزملتهم في الملاعب، لعبنا مع بعض في اليابان. هو لاعب رائع، لاعب عظيم، ولعبنا مع بعض في أرضية الملعب وكان هذا شيء رائع. لعبنا في بالنسبة للكرة في آسيا هناك فرق يابانية كبيرة عظيمة لديهم ملاعب جميلة ورائعة، ملاعب مناسبة جدا. هذا كل هذا أعجبني في حقبتي مع في اليابان. ديفيد بيا
توماس فيلبالن ونيستا لعبته وزملتهم ايضا في اليابان، ولكن نيستا شيء استثنائي ولعبنا سويا، واحد من اهم اللاعبين ومن افضل اللاعبين الذين شاركتهم وزملتهم في الملاعب. في بعض الاخبار اللي ترددت لوكس في مصر مع وجود طبعا مارسيل كولر ومع علاقتك اللي فهمنا منك وبدايه اللقاء انها ما زالت مستمره بيه او في تواصل بينكم، في بعض التقارير او الاخبار ترددت انه في بعض الوكلاء او بعض شركات التسويق تواصلت مع لوكاس بودولسكي في محاوله لاقناعه باللعب في مصر تحت قياده مارسيل كولر. يهمني اعرف منك حقيقه الاخبار، هل حصل فعلا تواصل معك؟ نعم شباب، للاسف لا، انا قرات هذه الاخبار وشاهدت في هناك صحفيين كثيرين وهناك ناس كثيره في السوشيال ميديا سالتني بالفعل وتواصلت معي عندما هل انا سوف اتي للنادي الاهلي، ولكن دعني، الاهلي فريق كبير، فريق عظيم لديه قاعده جمهوريه رائعه ويمتلك كل القوة وفريق بطولي من يبحث دائما عن البطولة. مارسيل كولر نعم يتصل بي ويتحدث معي ومتاح ايضا للتحدث معي في اي وقت وهذا شرف لي. هل لو عرض عليك اللعب في مصر ممكن الفكرة تكون مطروحة للنقاش او ممكن تبقى في مساحة للموافقة؟ ولكن السؤال هل يقبل الاهلي قدومي وانا في هذا السن 38 عام؟ بالتاكيد انت واحد من اهم اللعيبه اللي جت في تاريخ الكره الالمانيه وتتمتع بخبرات كبيره جدا. طبعا القرار مش عندي، القرار عند مارسيل كولر، لكن ده شيء يسعدني انا على المستوى الشخصي لان واحد انا ام بيج فان بالنسبه للوكاس بودولسكي. اروح معاك للمانشافت المنتخب الالماني، انت بطل عالم، واحد من الاجيال المميزه جدا اللي جابت لقب بطوله كاس العالم لالمانيا، ولكن خلينا نبقى متفقين انه المنتخب الالماني والكره الالمانيه عموما ليست كسابق عهدها، يعني في تراجع على مستوى المنتخب الالماني، بتشوف ده سببه ايه؟ هل هو تغيير الاداره الفنيه؟ هل الجيل الجديد من اللاعبين مش على نفس المستوى؟ هل يحتاج المنتخب الالماني اللي هيستضيف اليورو لحاجات معينه عشان يقدر يرجع مره ثانيه على مستوى المنافسه في البطولات الكبرى؟ محتاج لوكاس بودولسكي مرة أخرى للعودة لصفوف الفريق. دعني أشرح، في الأعوام الأخيرة كان صعب جدا بالنسبة للفريق المانشافت، صعب التوضيح والشرح شرح الأسباب. أعتقد صعب ايضا ذكر الاسباب وراء الانخفاض الذي فيه الفريق الالماني او المنتخب الالماني. نعم الوقت يختلف، العصر يختلف، الجيل يختلف. لا استطيع التحليل والتحدث وشرح ما هي الاسباب وراء ذلك. انا اعتقد ان الفريق الالماني يمتلك لاعبين جيدين في هذه الاونه، ولكن يحتاج الى تدعيمات اكبر، يحتاج لاعبين يلعبون من اجل الألقاب، من أجل تحقيق ألقاب. لابد أن يكون عندهم هذه العقلية، لابد أن يكون عندهم هذه الفلسفة من السعي وراء الألقاب. أنا أؤمن بالفريق الألماني أو المنتخب الألماني، الفريق المنتخب الألماني لابد أن يتغير بسرعة. طيب خليني أروح للاعبين مصريين زملتهم أو واجهتهم أو تابعتهم حتى من خلال الشاشات ولفتوا نظر لوكاس بودولسكي، بتكلم على لاعبين مصريين طبعا في الملاعب الأوروبية. أنا أعرف بعض اللاعبين لعبت أمامهم في الماضي، في فريق كولن، يوسف محمد هذا هو لاعب أعتقد أنه مصري، دعني أتذكر يوسف كان لاعب مصري لعبت أمامه عندما كنت في كولن، ومحمد يوسف ممكن لعبت وزملت لاعبين مصريين ايضا ولعبت امامهم وزملتهم امام لاعبين مصريين، ولكن بالتاكيد اللاعبين المصريين واللاعبين العرب وخاصه المصريين هم لاعبين دايما عندهم الحميه في اللعب ويمتلكوا سرعه ويمتلكوا قدرات فنيه قويه، بالاخص فعلا بكل صدق اللاعبين المصريين واللاعبين العرب يمتلكون
قدرات استثنائية، وكنت دايما أسعد بوجودهم معنا، وكان وعندي أصدقاء كثيرين من اللاعبين، وعندي بعض الأصدقاء المصريين الذين لعبت أمامهم وزملتهم في الملاعب في ألمانيا أو في أوروبا، ودايما أسعد بوجودهم وأسعد بوجود اللاعبين الذين يأتون من مصر أو يأتون من البلاد. خليني أسألك على اسمين على وجه التحديد. الأول هو النجم المصري الوحيد اللي بيلعب حاليا في الدوري الألماني مع أينتراخت فرانكفورت، وهو النجم المصري الدولي عمر مرموش. رأيك في مشواره سواء مع فولفسبورغ أو مع الموسم الحالي وانتقاله لأينتراخت فرانكفورت، وتوقعاتك لمستقبل النجم المصري في البوندسليغا؟ نعم، أنا أعتقد هو لاعب قوي، والبوندسليغا بدأت ودعنا نرى كيف يظهر مع الموسم الجديد. فرانكفورت هو كفريق فرانكفورت طور نفسه في الآونة الأخيرة وفي المواسم الأخيرة، دعنا نرى. أنا أعرف وأعرف عمر مرموش وأتابعه، يمتلك قدرات أيضا قوية، وأتمنى له كل التوفيق، وأؤمن أنه سوف يظهر بشكل قوي، وأتمنى له طبعا مزيد من النجاحات مع فرانكفورت، وأشجعه وأتمنى له أنه يحرز أهداف ويظهر بشكل رائع مع البوندسليغا في مع فرانكفورت في الموسم الحالي. لوكاس، خليني أخذك للاسم الثاني، هو محمد صلاح اللي قدم تجربة ناجحة جدا على مستوى المشاركة مع ليفربول، وكان واحد من أهم اللاعبين في الكرة الأوروبية في السنوات الأخيرة، بل إنه كان هداف البريمير ليج لأكثر من موسم، وحقق ألقاب زي الشامبيونز ليج وزي البريمير ليج في إنجلترا. رأيك في تجربة صلاح، وإزاي من وجهة نظرك ممكن استغلالها للتسويق للاعبين المصريين، وخصوصا أنه ألمانيا يمكن أكتر دوري على مستوى أوروبا لعب فيه لاعبين مصريين من أجيال كتيرة مختلفة؟ نعم، مو صلاح أعتقد واحد من أفضل اللاعبين المصريين في كل العصور كل الأوقات، ليس فقط أنه لاعب قوي أو لاعب عظيم، لا، هو واحد أيضا من أهم اللاعبين الذين ظهروا. هو يصنع الكثير من أجل مصر. ما يفعله وما يحصل عليه محمد صلاح في الوقت الحالي ينعكس بكل التأكيد على مصر كبلد، فهو يظهر مصر في العالم كله بشكل أيضا رائع وقوي. هذا يمثل مصر. مو صلاح دايما ليس هذه الإنجازات التي يحضرها ليست فقط لمحمد صلاح، نعم للبلد، وهذا يساعد في تسويق لاعبين مصريين في أوروبا بشكل تأكيد. يظهر الإيمج الصورة ويعكس الصورة الرائعة عن المصريين وعن اللاعبين المصريين في أوروبا بكل تأكيد. بعد الهدافين اللي هقول أسمائهم دول، مين من وجهة نظرك ممكن يكون الاسم الطبيعي اللي يحتل مكانه بعد رودي فولر، بعد كلينزمان، بعد مايكل بالاك، بعد أوليفر بيرهوف، بعد لوكاس بودولسكي في المنتخب الألماني؟ in Deutschland. سؤالك لاعبين المهاجمين في ألمانيا؟ بسأل مين الاسم في الجيل الحالي اللي ممكن يكون خليفة للأسماء اللي أنا قلتها دي، أو الوريث الشرعي أو الوريث الطبيعي للأسماء اللي أنا قلتها دي في منتخب ألمانيا؟ أفضل المهاجمين ليفاندوفسكي من وجهة نظري، هاري كين. لا، ليفاندوفسكي وهاري كين مش منتخب ألمانيا، أنا بكلم على المنتخب الألماني على المانشافت. رودي فولر كان مهاجم ألمانيا الأول، كلينسمان نفس الحكاية، بيرهوف نفس الحكاية، بودولسكي نفس الحكاية. هذه مشكلة ليست لدينا في الكرة الألمانية مهاجم صريح أو مهاجم قوي، مهاجم رقم 9 على سبيل المثال هاري كين، ليس لدينا ذلك المهاجم في ألمانيا. لدينا مشكلة، لابد من أن نبحث عن مهاجم صريح، مهاجم رقم 9. أنا فرحان وسعيد أن هناك أنني كلوكاش أحرزت أهداف كثيرة ولعبت للمنتخب الألماني، وهذه وأنا فخور بذلك، ولكن ينقصنا في الوقت الحالي مهاجم صريح يحرز أهداف. صعب، أتمنى أن نجد هذا المهاجم. يهمني أكلم عن تجربتك الحالية، أنت بتلعب في بولندا أعتقد، واحد ليه رجعت على بولندا وما فكرتش ترجع على الدوري الألماني، وإزاي بتشوف تجربتك في الدوري البولندي؟
نعم بالتأكيد. أنا ألعب في بلدي، أنا بولندي في الأساس ونشأت في بولندا، والدتي أهلي عائلتي في بولندا، وهذا سبب من أسباب وجودي في الوقت الحالي في بولندا. عندما بدأت كاريري وحياتي مع كرة القدم كانت في البداية في بولندا، ولدت ونشأت في بولندا، فهذا الشعور بوجودي بنهاية حقبتي في بلدي هذا شعور رائع، ولهذا السبب أحضرت وأظهرت نجاحات كبيرة من بداية، وأتمنى ختم حياتي في بولندا. ولكن أنا سعيد عندما يتصل بي مارسيل كولر والنادي الأهلي لاستقطابي لمصر بكل تأكيد. خليني أختم معاك بشوية توقعات ووجهات نظرك. واحد، نبتدي بالأفضل على مستوى العالم في الوقت الحالي، أهم ثلاث هدافين على مستوى العالم من وجهة نظر لوكاس بودولسكي. هالاند وهاري كين يحرزون اهداف كثيره، خاصه هالاند يحرز اهداف كثيره، روبرت ليفاندوسكي، كريستيانو رونالدو يحرز اهداف كثيره، ايضا ميسي يحرز اهداف، ما زال يحرز اهداف. هناك مهاجمين، كريم بنزيما العام الماضي ايضا كان واحد من اهم المهاجمين واحسن وافضل مهاجم في العالم الموسم الماضي، هو وروبرت ليفاندوسكي وهالاند، هؤلاء مهاجمين رائعين. هناك أيضا بعض البعض منهم طبعا صنع لنفسه كارير كبير، وبكون سعيد دايما بمشاهدة هؤلاء المهاجمين. أفضل ثلاث فرق في أوروبا ترشحهم لتحقيق لقب الشامبيونز ليج. صعب جدا. أعتقد ممكن من سيتي، ممكن من سيتي مرة أخرى بكل تأكيد. في كل الأحوال أيضا بايرن ميونخ فريق بينافس بقوة، دعنا نرى. ريال مدريد طبعا عمل صفقات قوية هذا العام ودعم صفوفه. ريال مدريد ومان سيتي من أهم وهم أفضل الفرق وأفضل المرشحين للشامبيونز ليج لهذا العام. أفضل ثلاث مديرين فنيين أو مدربين ألمان من وجهة نظرك. أفضل ثلاث مهاجمين مدربين يورجن كلوب وهانزي فليك ولوف من وجهة نظري، لوف ويورجن كلوب من وجهة نظري. لوكاس بودولسكي، كنت سعيد جدا جدا وتشرفت بمشاركتك وبوجودك معانا في السادسة، وبشكرك بكرر شكري ليك مرة تانية على المشاركة دي اللي أنا شخصيا سعيد بيها وتشرف بيها جدا، وكل التوفيق ليك، بتمنى لك توفيق في مشوارك، وأتمنى يكون ليك واحدة من المحطات هنا في مصر حتى ولو كانت على سبيل زيارة النجم الألماني الكبير لوكاس بودولسكي. شرفتنا، حلقتنا مستمرة مع حضراتكم، اتكلمنا معاه على ملفات كتير، واتكلمنا معاه على وجهة نظره كمان في اللي جاي، وحتى ملف اللاعبين المصريين سواء عمر مرموش أو محمد صلاح. خليكم معانا، نروح لفصل سريع ونرجع نكمل السادسة مع حضراتكم. طيب، ده كان لقائنا مع واحد من طبعا اهم الاسماء في الكره الالمانيه وفي الدوري الانجليزي وفي البونز ليجا، لوكاس بودولسكي. عشان الناس بتعرفش تقول لك الاهلي يفوض لوكاس بودولسكي من خلال لقائه طبعا في السادسه. الراجل الحقيقه طبعا قدر النادي الاهلي وعارف النادي الاهلي واتكلم عليه بشكل كويس جدا، واللي ما شافش بودولسكي الحقيقه ما شافش يمكن اخر عظماء المهاجمين الالمان. بعد بودولسكي تقريبا المانيا اللي طول عمرها معروفه ان عندها اقوى واهم الاسماء كروس حربه، يعني بعد بودولسكي تقريبا طبعا في، ما اقدرش اقول ما فيش، بس ما مش على نفس مستوى السلسله العظيمه من المهاجمين العظام اللي لعبوا للمنتخب الالماني. طب نيجي بقى للميركاتو بتاعنا. طبعا انا عارف انه امبارح الناس كلها بتتكلم على رحيل محمد شريف، وفي كلام كتير جدا بيتقال. ميركاتو السنه دي يمكن يكون اقوى ميركاتو سواء على مستوى الاسماء اللي رحلت، بتتكلم على اسماء كانت مهمه ومؤثره، بتتكلم على حمدي فتحي، بتتكلم على محمد شريف، بتتكلم على علي لطفي حتى رحيله. انا بشوف علي كان من اهم الاسماء اللي ساهمت حتى لو بنسبه مش كبيره قوي، لكن كان على مستوى التاثير كان تاثيره كبير جدا جدا في حراسة وحماية عليه النادي الأهلي. في التكلم على أسماء رحلت كتير، تكلم على أسماء دخلت كتير، تأثير الميركاتو ده على الأهلي في الموسم اللي جاي وعلى أوضة اللبس وعلى كلام كتير هنتكلم فيه طبعا في الميركاتو عموما في الدوري المصري، مع نجمنا النهاردة كابتن أحمد عادل اللي بيشرفنا
مخصوص من واخد تان كده يبقى جاي من اسكندريه ومن الساحل. منور الدنيا يا ابو حميد واهلا وسهلا بيك. استاذ احمد ربنا يخليك، ودايما من الحلقات اللي بستمتع بيها مع حضرتك، ودايما كده حضرتك متالق. تنور الدنيا. ولازم نشيد طبعا بفريق الاعداد والمجهود الكبير جدا ان هو يستضيف نجوم كبار، نجوم عالميين، وده مش هتشوفه الا في قناه الاهلي. الحمد لله. المجلس ده باداره قناه الاهلي والمعدين وحضراتكم طبعا كمقدمين، لازم نشيد بالكلام دوت، وده مش جديد على منظومه الاهلي بشكل عام. بنحاول احنا بنكلم اكبر جمهور على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى افريقيا، فبالتالي طبعا بنحاول نبذل اقصى ما في وسعنا ان احنا نقدم حاجه مختلفه ومميزه. وخليني ابدا معاك برحيل شريف. خبر كان بالنسبة للبعض مفاجأة، خبر كان بالنسبة للبعض متوقع. من وجهة نظر أحمد عادل، إزاي بتشوف خروج محمد شريف من قائمة الأهلي في بداية الموسم الجديد، وشايف إزاي فرص شريف في الدوري السعودي، خصوصا مع أنت شايف طبعا الأندية في السعودية خصوصا الأربعة الكبار بيعملوا إيه، وفرصته على التألق والنجاح مع الخليج السعودي؟ أكيد ما فيش شك، هنتكلم في نقطتين، سواء نقطة طموحات شريف وأهدافه ورجوع حتى المستويات، ان هو ممكن يغير وجهته شويه عن النادي الاهلي، لكن مفيش خلاف على امكانيات شريف وامكانياته الفنيه والبدنيه وامكانياته حتى في اضافه لاي فريق ان هو يبقى موجود فيه. لكن على المستوى الشخصي شريف كان مهم ان هو يطلع زي يغير وجهته، يبقى باب ان هو ان شاء الله يرجع لمنتخب مصر تاني ويتالق تاني، ووارد ان هو يرجع النادي الاهلي تاني. لكن اي لاعب داخل النادي الاهلي بنتمنى له التوفيق. خروج حمدي فتحي كان خروج كبير برضو من باب الكبير النادي الاهلي، خروج محمد شريف ده كل اللعيبه ده لا يقلل من مستواها واضافتها لفريق النادي الاهلي. على المستوى السعودي اكيد، على مستوى الدوري السعودي اكيد هيبقى في تطور لاداء شريف بشكل كبير جدا، نجوم عالميين داخل الدوري السعودي. اتمنى ان شريف تكون بوابه كبيره ليه ان هو يرجع لمستواه تاني ويبقى موجود داخل منتخب مصر. اكيد الخبر نفسه كان مفاجاه بالنسبه لك؟ بالنسبه لي كان مفاجاه، بالنسبه لي كان مفاجاه، لكن مش يعني انا عارف ان كل حاجه داخل النادي الاهلي او اي قرارات داخل النادي الاهلي بتبقى في سريه تامه، لكن اعتقد ان الجماعيه في الاداء اللي بيأدي بيه مستر كولر على المستوى الجماعي ممكن ما ياثرش بشكل كبير جدا، لكن على مستوى شريف لا، هو فرود مهم كان موجود داخل النادي الاهلي، لكن دي بتبقى حاجات داخل منظومه النادي الاهلي. اتمنى له التوفيق فيها، خطوه مهمه اكيد لي قبل ما تكون للنادي الاهلي، اتمنى له التوفيق ان هو يبقى موفق ان شاء الله ويرجع لمستوى تاني واحسن ان شاء الله. تسمح لي اعلق بس على بعض الناس اللي هاجمت شريف على قراره بانه، او هو مش قراره لوحده الحقيقه، هو قرار مشترك بين اداره نادي الخليج وبين اداره النادي الاهلي وبين رغبه محمد شريف، لانه في ناس جابت له يعني كلام اتقال على لسانه قبل كده في حوارات او في تصريحات تلفزيونيه، انه لما سالوه على الناحيه الماديه والولد كان في التوقيت ده بيقصد انه الفلوس مش كل حاجه، لما قال الجنيه في الاهلي يساوي 20 في اي حته ثانيه، ناس رجعت قالت عليه دلوقتي انه الدولارات ومش قصه، مش كده خالص يا جماعه، والقصه في النهايه هي قصه انتماء. الولد عبر على فكره انه اذا ما كان وجوده في النادي الاهلي مرتبط بماده فهو التفكير في الماده هو اخر حاجه، لكن ده مش معناه او ينفي بقى شكل من الاشكال، وده حصل مع حمدي وده حصل مع علي لطفي. حمدي خرج للوكره مثلا ومقابل مادي كبير جدا بناء على انه كان في اتفاق بين الاطراف الثلاثه. ففي النهايه احنا في عصر احتراف، ومش معنى انه بيقول انه انتمائه للاهلي يجي فوق الماده انه في يوم من الايام مش ممكن ياخد تجربه ممكن تضيف له وتضيف لنادي الاهلي وتضيف لنادي الخليج في نفس الوقت. خلي بالك يا استاذ احمد، يمكن لو نرجع بالذاكره او لو الناس هتركز في الموضوع ده بشكل كبير، يمكن انا عشت الفتره دي كنت داخل النادي الاهلي، مجالس ادارات النادي الاهلي ما بتقفش قدام مصلحه لاعب، يعني حتى لو هتقدر تساعدك ان انت تطلع تستفاد ماديا، وده كان في اكبر يعني اكتر من كتير. مثال حصلت مع بوتريكا وحصلت مع احمد فتحي بالاخص، انا بذكر اسماء ان انت تقدر تستفيد ماديا، انت اديت النادي الاهلي كتير حتى لو انت عندك ان انت ممكن تقدر تستفيد ماديا. حتى موضوع حمدي فتحي كده، حتى لو هتلاقي حمدي ان ممكن النادي الاهلي يوافق على المقابل المادي بحيث ان هو برضه النادي الاهلي يستفيد وان حمدي يستفيد. وحد ينكر انه موسم حمدي الاخراني ده مع كولر هو افضل موسم لحمدي فتحي في طوال مشواره مع النادي الاهلي، او واحد من افضل مواسم حمدي مع في مشواره مع النادي الاهلي؟ هو خلاص، ما هو انا بشوف ان الموسم الاخير هو احسن مواسم حمدي فتحي مع النادي ورغم الاهلي، ورغم كده الاهلي ما وقفش قدام رغبه حمدي في انه ياخد تجربه احتراف حتى قبل الموسم ما يخلص. انا بقول لحضرتك يعني تجربه الموسم احتراف بتاعنا احنا طبعا مش الموسم بتاعنا، لا يعني بنتكلم في تجربه احتراف
وبرضه بيبقى فيه حته مراعاه ان ممكن يطلع استفاد ماديا، ما فيش طبعًا مشكله طبعًا. فهو ده هو ده يعني كيفيه تعامل مجلس الاداره مع المواقف اللي زي دي، بيبقى ما عندوش مشكله خالص. هو في كده ابو حميد في التاريخ لما بنبص له في حاجه اسمها دروس مستفاده، حتى وان كان عندك رغبه في الخروج او رغبه في الاستفاده، ايا كان طموح كل انسان حق مشروع، وكل واحد في الدنيا دي بالتاكيد بيبص على مصلحته، لكن هو ازاي بتخرج من الباب، هي دي القصه. تبص الامثله ونماذج كتير جدا خرجت فاتقفل من وراها الباب، واتقفل والقبل الباب الحقيقه، وده الاهم من الباب، قلوب الاهلاويه، قلوبها وعقولها وذاكره جماهير النادي الاهلي. لما بتعمل اكس على حد صعب قوي، لا اداره تقدر تفرض ده، ولا اداره تقدر ترجع ده او تفرضه على جمهور النادي الاهلي. وناس كتير جدا خرجت وهي رافعه راسها، وما زالت بتحظى باحترام وحب وتقدير جماهير النادي الاهلي وادارات النادي الاهلي المختلفه والمتعاقبه. ده اللي انا شفته اخر سنين بصراحه، ان كل جماهير النادي الاهلي بقى انتمائها للكيان مش للاعيب. ما دي اللي بتحصل مشكله من المنطقه دي. أي. ان هل انت هتنتمي او هتزعل على لاعب مثلا مشي بطريقه مش كويسه من النادي الاهلي، ولا ان انت بتنتمي لكيان هو خلاص مشي صفحه واتقفلت، احنا بنبص للبطوله هتتجاب ازاي، مين الصفقات اللي هتضيف للسكواد الموجود. بقى في اولويات في حته الانتماء، هو فعلا بقت كل جماهير النادي الاهلي او كل محبي النادي الاهلي بقى عندهم الثقافه دي، ثقافه ان انت ازاي بتنتمي للكيان ما بتنتميش لاشخاص. عشان كده دايما بيبقى اي حد موجود داخل النادي الاهلي بيبقى حريص كلاعب او كمجلس اداره او كجهاز فني، بيبقى انتمائه للكيان مش لماده او ان انا هطلع احترف مثلا او اي حاجه ثانيه، بيبقى كلها شبكه واحده كمجلس اداره او لاعب او مدير كوره او جهاز فني، كلها بتبقى بتشتغل لمصلحه الاهلي سواء كان موجود داخل النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي. هي بتتحس يعني الجمهور بيحس اللعيب اللي في الملعب ده جاي موظف وجاي واخد الدنيا بروباجندا وشهره ومصلحه زي ما بيقولوا، ولا لعيب بيموت نفسه عشان يحقق للاهلي ولجماهيره كل اللي بيتمنوه. حته الانتماء دي بتتحس، واللي بيوصل للجمهور بجد الجماهير بترفعه يعني سبع سما ما بيتنسيش. يعني سلم مش الحاصل مثلا بطل مش من كتير، لكن عمرك ما تحس ان الجمهور لما بيشوفه او بيجي في اي مناسبه الا انه الناس مقدره تماما، لانها مدركه ان مشوار وليد كان نتيجه انتماء حقيقي وتقدير حقيقي لجماهير نادي الاهلي. وفي طبعا انا بقول على سبيل المثال عشان ما بنساش حد، في امثله كتير طبعا. وفي امثله كتير جدا طبعا. ده هنا لما بنتكلم دايما او لو هتسلط الضوء على اوضه لبس النادي الاهلي، هي دي اللي بيخرج منها البطوله، يعني دي اللي بيخرج منها البطوله، او ثقافه اللعيبه وتركيزهم ان انت ازاي تحرز البطوله، ده بيوصل اكيد لجماهير النادي الاهلي. بيوصل ان اي لاعب بيخرج عن النص بيوصل لمجلس اداره النادي الاهلي ان ده لاعب خرج عن النص. لكن لما بتتكاتف انت كلاعب او بتقدر المسؤوليه الكبيره اللي عليك تجاه ناديك وبالذات اخص النادي الاهلي، هتلاقي ان اوضه لبس دي لازم هتغرك بطوله، وده اللي وصل له من الخبرات اللي مطمنا كلنا كمحبين النادي الاهلي هي لعيبه النادي الاهلي. طيب وثقافتهم وكيفيه تعاملهم مع الامور. يعني قبل ما اكلمك على صفقات الاهلي الجديده وميركاتو الاهلي وعوده حتى الاعارات، ازاي شايف الميركاتو بتاع الانديه اجمالا بتاع الدوري المصري، وهل شايف ان في انديه عملت صفقات ممكن تغير من شكل الخريطه او تكون ليها تاثير كبير جدا على شكل المنافسه في الدوري السنه الجايه؟ اكيد ما فيش شك، انا بحترم جدا اي مجلس اداره او اي فريق بيحافظ على القوام الاساسي بتاعه، يعني ده مهم جدا، وده ما يميز النادي الاهلي السنه دي. يمكن اغلبيه الفرق بتدعم بشكل كبير جدا، لكن الانديه اللي هتواجه صعوبه هي اللي بتغير 15 لاعب او 16 لاعب، والانديه برضو اللي هتواجه صعوبه هي كتر التغيير المدير الفني. يعني زاد من وجهه نظرك هيواجه صعوبه في الدوري السنه دي؟ زد هل الزد هو اكبر عدد صفقات؟ يعني هو بيراميدز وصل سبع صفقات دلوقتي اعتقد النهارده، زد داخل في حوالي 10 او 11 صفقه. لا انا بتكلم على مش الانديه اللي صاعده. طبيعي ان انت تغير، طبيعي ان انت تجيب لعيبه خبرات من الدوري الممتاز، ده هيتوقف على نوعيه او كواليتي اللعيب اللي انت جايبه. بتراهن على زد يا احمد؟ طبعا بتراهن على اداره محترمه جدا، بتشتغل باحترافيه كبيره جدا سواء على مستوى قطاع الناشئين او التطور مع الفريق الاول. يمكن انا عشان عادل ابني في المنظومه، فعارف المنظومه دايره ازاي بشكل احترافي بشكل كبير جدا، منظومه ناجحه. كنا بنتكلم قبل الهوا على طول على عمر خضر،
انا بشوف ان طبعا اللي انا احنا اتكلمنا عليه وقلنا احترافه في استون فيلا نموذج للاعب محترف، يمكن هو عادل ابني بيحبه جدا وعمر بيحبه جدا، فانا عارف سلوكيات عمر مهمه جدا، لعيب كبير جدا اتفرجت عليه اكتر من مباراه، مستواه ثابت بشكل كبير جدا، مكسب لفرقته بمعدل كل مباراه بيسجل هدف. لا لعيب مميز. سايل مين هو مركزه ايه؟ جناح شمال. هو من النوعيه اللي بيخش ويعمل ار 2 في البعيده في لا هو حافظ المكان ده كويس، مهاري جدا، عنده ملكه ان هو واحد على واحد، عنده شخصيه انا صغير في السن 16 سنه او 17 سنه بس يلعب فيرستين، يعني يلعب فيرستين مرتاح في ظل يعني انا بقول قله المواهب في مصر، ده اضافه للكره المصريه، يعني اضافه للكره المصريه وهيبقى اضافه للمنتخب. صحيح، بس هي قله المواهب المكتشفه في مصر، هو يعني في مواهب كتير جدا، انا متاكد ان طبعًا. في مواهب كتير جدا طبعًا. لكن هو اللي بيتم اكتشافه منهم عدد قليل وانا طبعا بشيد بالعين اللي جابت عمر خضر. عمر طبعا هو ما قعدش حوالي دي تاني سنه ليه في زد ان هو يحترف وفي نادي كبير مع التوامه اللي عاملها زد مع استون فيلا، دي بتضيف برضو للكره المصريه، فاتمنى له التوفيق. انا بشوف من المواهب اللي هيبقى ليها باع في الكره المصريه. الصفقه البوم من وجهه نظر احمد عادل في الميركاتو ده امام عاشور طبعا بكل مقاييس، يعني بكل مقاييس بعيدا عن اي مهاترات، هو اضافه للنادي الاهلي، لعيب صغير في السن، امكانياته الفنيه كبيره جدا، لكن عايز اروح لشخصيه امام عاشور. مهم جدا يقفل على نفسه، مهم جدا يعيش شخصيه لاعب النادي الاهلي، لان الموضوع مختلف تماما، يقلل ظهوره حتى، لان ده هيسبب عليه ضغط بشكل كبير جدا. انا بشوف الضغط اللي هيبقى على امام اكبر من سنه، وده مسؤوليه كبيره عليه، وهو اللي حط نفسه في الحته دي، فاتمنى له التوفيق مع النادي الاهلي. اكيد هيبقى اضافه، اكيد هيبقى اضافه حتى للجهاز الفني كامكانيات لعيب فنيه، وان شاء الله يرجع من الاصابه احسن. لا مع لعيبه النادي الاهلي هتسهل عليه الامور، هتسهل عليه الامور مع اوضه اللبس اللي احنا كنا بنتكلم عليها، هتسهل عليه الامور، هتدي له ثقه بشكل كبير جدا. واحنا كلنا كمحبين النادي الاهلي نتمنى له التوفيق، لانه لعيب كبير واضافه لمنتخب مصر واضافه للنادي الاهلي، ان شاء الله صغير في السن كمستقبل النادي الاهلي. ان شاء الله جمهور الاهلي يدعمه، وطبعا كل ما امام يدي يعني اشارات سواء بأداءه في الملعب او بالتزامه بره الملعب، الجمهور اعتقد ابدا مش يعني دايما هتلاقيه في ظهر امام وبيسنده عشان يكون في افضل او يظهر بافضل صوره ممكنه. رضا سليم من وجهه نظرك واحده من الصفقات البوم برضو، اللي يمكن الناس لسه ما شافتش رضا، لكن الحقيقه ارقامه ومستوياته وادائه مع الجيش الملكي السنه اللي فاتت بتقول ان في رهان كبير قوي عليه في الموسم اللي جاي مع سكواد الاهلي. لا انا يعني لو بتتكلم على اخر 3 سنين لرضا سليم، يمكن انا درست السي في بتاعه كويس واتفرجت عليه ببعض اللقطات. على اخر 3 سنين طلع في كل موسم 28 مباراه، يعني بمعدل لاعب الموسم كامل، معدل التهديف عنده كبير، ممكن يسجل في الموسم 7 اهداف، لكن الصناعه عنده هي دي الاكبر. أي. يعني او واخده التركيز الاكبر، يعني صناعه الاهداف انا بشوف ان هو من اهم الاجنحه على مستوى افريقيا، واكيد صفقه اضافه للنادي الاهلي. مع اخر سنه لعب 39 مباراه على مدار كل البطولات وبرده مسجل 7 اهداف، لا حاجه تشرف يعني بصراحه، فاكيد هيبقى اضافه للنادي الاهلي مع شخصيه الاهلي، اكيد هيطلع كل اللي جواه. يعني ايه اللي مستنيه في ميركاتو الاهلي؟ فيرود راس حربه طبعا، وكفى ولا في حاجه تانية؟ لا انا محتاجين فيرود راس حربة وكنا محتاجين حد مع علي معلول، يعني حد ان هو يشيل الجبهه اليسرى، بس دول يعني كريم الدبي باسم الوجوه اللي ظهرت الموسم اللي فات وخدت فرصه مع مارسيل كولر، شايف الخامه او القماشه ايه؟ خامه جيده جدا مع محمد اشرف برضو، يمكن محمد اشرف خرج خلاص خرج راح لزاد برضو. لا كريم الدبي لعيب مهم، يعني لعيب صغير في السن واكيد اضافه، اتمنى له يبقى عنده من الاسماء التالي ذكرها: رأفت خليل، كريم الدبيس، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد. شايف مين اللي ممكن يكون مع علي في الناحيه الشمال لو الاهلي ما فكرش في صفقه جديده؟
يعني كريم فؤاد بيلعبها كويس، بيأديها كويس، خالد عبد الفتاح بيأديها كويس، ويمكن دي اللي أشادنا بخالد كريم عبد الفتاح. كريم الأقرب من وجهة نظر كريم فؤاد، يعني لو رجع بالحالة البدنية بشكل جيد هو الأفضل، فده بيسهل عليك أنت كمدير فني إن أنت يبقى عندك لاعب جوكر. يعني بتشوف خالد عبد الفتاح بيلعب سرد باك، بيلعب باك رايت، بيلعب باك ليفت، المرونة التكتيكية دي بيلفت نظري حاجة غريبة جدا، مش عارف ليه في مصر مش قادرين نتعامل معاها بشكل يتناسب مع الطريقة اللي بتعامل بيها العالم كله. يعني السنة دي وأنا بتابع ماركاتو أوروبا، بالذات الأندية اللي أنا بحب أشوف أخبارها إيه في الترانسفير ماركت، لقيت مثلا إنه نادي زي مانشستر يونايتد، حد يختلف على مانشستر يونايتد، رايح جاب مهاجم دنماركي، لو نزلت الشارع النهارده وقفت 10 كده قلت لهم اسمه، ولا واحد، انا متاكد ولا واحد هيعرف ده كان بيلعب فين ولا اسمه ايه ولا جاي منين. دفع فيه 80 مليون، مهاجم دنماركي كان بيلعب في اتلانتا، لعب معاهم موسم واحد في اتلانتا في الدوري الايطالي ب 80 مليون، 21 سنه، اسمه هويلاند. خناقه دايره بين ليفربول وبين تشيلسي بقالها اسبوعين، وده يقدم عرض وده يعلي عليه وده يقدم عرض وده يعلي عليه، لغايه لما وصل لدرجه انه اغلى ترانسفير او اغلى انتقال للاعب في تاريخ الدوري. شوفوا الدوري الانجليزي ده، ديفيد بيكهام ومايكل اوين ووين روني والان شيرر واريك كانتونا وتيري هنري، شوفوا اسماء. اغلى انتقال في تاريخ الدوري الانجليزي لاعب اكوادوري عنده 21 سنه اسمه موزيس كايسيدو، محدش يعرفه، محدش يسمع عنه، 115 مليون يورو. ايرلينج هالاند، كيليان امبابي، اللعيبه دي طلعت صغيره جدا. فاحنا النهارده بنتكلم على لعيبه عندها 21 سنه، الانديه الكبيره على مستوى العالم بتتصارع وبتدفع فيهم عشرات الملايين، واحنا هنا اللاعب 21 سنه بنعتبره 22 سنه، لا ده 25 سنه، بيقول لك لعيب صغير، بيقول لك لعيب صغير، لعيب ناشئ من الناشئين. ما هنا عشان المواهب اللي احنا اتكلمنا فيها، يعني المواهب اللي احنا اتكلمنا فيها ما بيبقاش في، يعني انا مقتنع بحاجه، اللعيب لو ما وصلش 16 17 سنه ما لعبش فيرست تيم، لا يبقى انت كده في 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 مشكله، يعني في مشكله. لكن ده بتفرج على كل الفرق بلاقي مثلا اصغر لاعب ب 25 سنه، لكن كل الفرق بره بتشتغل 16 سنه، العينين بتشوف من ان هو في الفودن طالع مع في فودن، واحد من اهم الاسماء بشوفه، يعني واحد من افضل اللعيبه اللي بتلعب في الدوري الانجليزي ومع سيتي، يعني بتكلم انه طلع 17 18 سنه. جافي وبيدري في اسبانيا، منتخب اسبانيا الاول وكاس عالم وبرشلونه، اهم اثنين لعيبه اسبان في الوقت الحالي. ومبابي كده، مبابي كده الراجل لعب كاس عالم ووصل، اعتقد انه جافي او بيدري مش فاكر مين فيهم لعب، ابتدى يلعب فيرست تيم برشلونه 16 سنه. انسو فاتي برده لما ابتدى صحيح ما قدرش يطور من نفسه لان كان عليه امال كبير، بس ابتدى برده 16 سنه مع فريق زي برشلونه. كل اللعيبه دي، ما هي دي ده الطموح وده الهدف وده التخطيط اللي بنتكلم عليه دايما، ان انت مهم جدا. يمكن زي ما فرحنا بانتقال عمر خضر لاستون فيلا، هو ده السن اللي تشتغل عليه النهارده كويس. اسمه لوكاس تقريبا، لوكاس حاجه، لعيب في مانشستر سيتي عنده مش عارف 16 سنه، السيتي شايف انه موهبه فذة، مضى معاه او مد عقده لغايه 2028. شوف وبيب جوارديولا هو اللي اصر على انه الولد يمد عقده عشان عارف انه ممكن جدا هو في سن صغير ده يبقى مطمع لكتير من انديه اوروبا. لا احنا هنا مهم نغير ثقافتنا بقى شويه اللي هي بقى لها سنين، ودايما لما هنتكلم كده هنتكلم صالح الكره المصريه. يعني ده مش صالح الأندية، أو لا ده لصالح الكرة المصرية. تعرف لو الأندية تقرر يعني أو تتفق إنه مطلوب من كل مدير فني في بداية الموسم ده يطلع لي أفضل ثلاث لاعبين من قطاع الناشئين بحيث إن أنا أكسبهم في نهاية السيزون، ثلاث لعيبة أراهن عليهم في المواسم اللي بعدها، تكلم في 18 نادي في ثلاث لعيبة شباب بيتقدموا كل سنة، يعني تكلم في 54 لاعب. مصر ما فيهاش 54 موهبه تصلح اهم بطوله فيها اللي هي بطوله الدوري انها تقدمهم كل موسم موسم. احنا ممكن، انا وجهه نظري مثلا في التخطيط ان انت ممكن مثلا تطلب من كل فرقه ان هو يعمل فريق زي فريق امل. يعني فريق امل دوت مثلا بيبدا من 14 سنه 15 سنه 16 17، يبقى فريق امل مكون، ده هيضيف لك انت كنادي ان انت تختار منه عناصر للفيرست تيم،
وتبقى تطلب مثلا من رئيس قطاع الناشئين. بص، طول ما لعيب الكوره عارف انه بيلعب ومش متشاف، طول ما لعيب الكوره عارف انه بيلعب في ماتشات ما فيهاش جماهير، الى حد ما بيطلعش اللي عنده كل واحد. لكن لما يعرف انه هيلعب في بطوله الدوري وهيلعب مع نجوم كبار وهيلعب مع مديرين فنيين والجمهور هيشوفه والجمهور هيعرفه في الشارع والجمهور هيتكلم عليه كويس، بيطلع اقصى ما عنده، تخلق له دوافع، تخلق له طموحات دي. فتقدر تكتشف بقى في لما يطلع لك 54 لعيب جديد في سيزن، بلاش 3 لعيبه، 2 لعيبه من قطاع ناشئين في 18 نادي ب 36 لعيب، لو طلعت منهم ب 10 15 كل سنه، انت يبقى بطوله الدوري دي ليها معنى، يعني يبقى بطوله الدوري دي ليها مكسب للكره المصريه. وده اللي اضر بالكره المصريه الفتره الاخيره، لما شفنا مثلا منتخب الناشئين او منتخب الشباب او الاخفاق في البطولات. ما هو ده بسبب اللي احنا بنتكلم فيه. ان انت لازم يبقى عندك قاعده تحت ان انت تشتغل عليها، منتخب الناشئين بعد كده منتخب الشباب بيطلع بعد كده منتخب الاولمبي وبيحقق نجاحات كبيره جدا، لكن مهم جدا القاعده من تحت. طول ما انت مش على ارض ثابته هيبقى في تذبذب على مدار السنين. طيب، مهم جدا التخطيط في المنطقه. طيب خليني اخدك لقصه الحضور الجماهيري، لانها بقت حاجه يعني مؤثره جدا من ناحيه نجاح المسابقه. النهارده جزء كبير جدا من تراجع قيمه الدوري المصري، كمان على البطوله نفسها، هي فكره انه بطوله بتلعب بدون جماهير. مع كامل احترامي طبعا لل 2000 او 3000 او اللي بعض الاوقات بيوصلوا 5000، لكن في النهايه ده مش ما يطلق عليه حضور جماهير. فكره تقييمك واحد لتجارب حضور الجماهير في السنوات في المواسم الاخيره او الموسمين الاخيرين، وهل من الممكن النهارده الاهلي بيطالب انه الحضور يبقى كامل العدد في ماتشاته في بطوله الدوري؟ واحنا شفنا تجارب لده في بطوله افريقيا وكانت تجارب ناجحه جدا. شايف ده ازاي؟ وشايف مدى امكانيه تطبيق ده في الموسم الجديد ازاي؟ هو التزام الجماهير، يعني التزام الجماهير هو يدي المسؤولين الثقه الكبيره، زي ما نشوف التزام جماهير النادي الاهلي، لو خش لك 60,000 او 70,000 متفرج وبيبقى في التزام بشكل كبير. ليه القصه عند الجمهور من وجهه نظرك؟ في السلوكيات. السلوكيات بتضبطها اللوائح والقوانين، بمعنى انه لو الكاميرا بتاعت الرادار اتشالت الناس كلها هتفتح الرابع، صح ولا غلط؟ تمام. لو ضابط المرور مش موجود على الاشاره بتاعت المرور، ناس كتير جدا ممكن تكسر الاشاره. لكن لو في ثواب عقاب وفي ضبط وربط وفي لائحه بتقول انه اللي هيخالف او اللي هيخرج على النص هيتم معاقبته بكذا، هتلاقي الامور كلها منضبطه. قصه في مصر هنا، مش بس في الرياضه ولا في الحضور الجماهيري، قصه قانون وقدره على تطبيق القانون. ما هو انت وعداله في تطبيق القانون برضه، وعداله في تطبيق القانون، بس انت قعدت المدار سنين، طلع لك اجيال، يعني على مدار اخر 10 سنين كنا بنعاني، يعني كنا بنعاني كتحقيق للقانون او توفير حته القانون او تنفيذ القانون او كان البلد ماتشات منتخب مصر لما بيحضرها حضور جماهيري بيحصل اي مشكله فيها؟ ما المنتخب ما بيخلقش تعصب عند الجماهير، يعني دي برضو حته المسؤولين. المسؤولين يعني منتخب مصر كلنا هنبقى ورا منتخب مصر، اهلي، زمالك، اسماعيلي، بيراميدز، اتحاد مصري، كل الانديه الجماهيريه كله هيبقى ورا منتخب مصر. لكن حته ثقافه انت كجماهير ان انت تحافظ حتى على كرسيك اللي انت بتقعد عليه، دي كانت مهمه جدا. طب معلش سؤال تاني، ماتشات الاهلي والزمالك مثلا اللي بتشوفها في الامارات، اللي بتلعب في ماتشات سوبر مثلا، او ماتشات الاهلي وبيراميدز اللي اتلعبت برضه في الامارات، هل شفت فيها انه مش ده نفس جمهور الكره، ولا المصريين اللي قاعدين في الامارات غير المصريين اللي قاعدين في مصر؟ لا بص، ممكن الموضوع مختلف شويه. انا اقول لحضرتك مختلف شويه، لان انت طالع كجماهير مصريه، ان انت شكلك بره مصر، علاقه الدولتين، في حاجات كتير عليك انت كمشجع ان انت تنفذ التعليمات. أيوة. لكن ممكن هنا بناخدها بعصبيه شويه، حته اهلي وزمالك والكلام ده، ثقافتك انت يحسب للمسؤولين، حته موضوع تذكرتي وحجز التذكره والالتزام بالكرسي بتاعك، فده طور بشكل كبير جدا من حته الحضور الجماهيري. ده بيدي زي قوه قلب كده للمسؤولين، ان انا اخد بدل ما كان 5000 بقى 10000، زي ما بقول لحضرتك اللي بيدي الباور دايما الجماهير ومردود الجماهير وردود فعل الجماهير. لكن لما اشوف 60,000 متفرج للنادي الاهلي، بتطلع ما فيش كرسي حتى مكسور ولا المسمار بتاعه مفكوك، 60,000 متفرج،
فده بيدي مردود للمسؤولين، لا طب ما احنا نزود الكثافه العدديه، ممكن نوافق للنادي الاهلي لو طلب، نوافق لنادي الزمالك لو طلب، نوافق للنادي الاسماعيلي لو طلب بالجماهير. فده زي محبه على قلبنا كلنا. طب خليني اسالك سؤال تاني من ناحيه اقتصاديه بحته. انت بتتكلم على واحد من اهم مصادر، انا لو كانت بالذات كمان الانديه الشعبيه، لانه يمكن الانديه الاستثماريه او انديه الشركات او انديه الهيئات ما عندهاش الحضور الجماهيري اللي يملا لها مدرجات كل الماتشات، صح ولا غلط؟ طبعا. لكن الانديه الشعبيه عندها، والانديه الشعبيه هي اكتر، مش بتكلم على الاهلي بس، بتكلم على اهلي، على زمالك، على اتحاد، على مصري، على اسماعيلي، على محله رغم ان محله نزلت بس البلديه طلعت، كل الانديه الشعبيه، الاهلي خاطب المسؤولين وطالب بالحضور الجماهيري النسبه الكامله في مباريات الدوري. هل تتوقع انه او ايه توقعك لمدى الاستجابه في ده؟ وازاي نساعد الانديه الشعبيه على ان يكون ليها واحد من اهم مصادر دخلها اللي يقدر يساعدها على ان هو ينفق على نشاط كره القدم؟ ده انت حطيت ايدك على نقطه مهمه جدا، ممكن انا بشوف ان المسؤولين مش واخده بالها منها او الجماهير ممكن مش مستوعباها. يعني لما زي ما تيجي تقول حضرتك مثلا، وانا مش مع الموضوع دوت، ان انت بتيجي تقول مثلا ان النادي الشعبي الفلاني عنده مثلا 40,000 متفرج او 50,000 متفرج، فلو كل مشجع دفع 10 جنيه هنلم مش عارف كام، لا طب ما تدفعهم في تذكره دخولك للماتشات. الاتحاد بيعاني ماليا، المصري بيعاني ماليا طبعا، الاسماعيلي بيعاني ماليا، الزمالك بيعاني ماليا. انا اقول لحضرتك على حاجه، يعني مع احترامي لكل الانديه، لو الحاج محمد مصالح مش موجود في نادي الاتحاد، الاتحاد يقع. صحيح. لو تعالى ناخد مثال كده، تعالى هرجع لنفس النقطه دي، بس تعالى ناخد مثال واحنا بنتكلم بالارقام، نقول تاثير او حجم ايرادات الانديه الكبيره من بس الحضور الجماهيري، سيبك من البث التلفزيوني، سيبك من حقوق الرعايه، سيبك من الدعايه والاعلان على التيشيرت، يعني كل ده. تعالى نشوف باريس سان جيرمان من بس الحضور الجماهيري ايرادات بلغت 112 مليون يورو، اليونايتد 107 مليون يورو، توتنهام 106 مليون يورو، ليفربول 95 مليون يورو، برشلونه 87، ارسنال 80، ريال مدريد 75 مليون يورو بس من تذاكر المباريات، ودي ارقام كبيره جدا. ما دي يا استاذ احمد برضو، انا ما بقولش ان احنا هنجيب الارقام دي ولا ربع الارقام دي ولا نص الارقام، نشتغل عليها دي. بس تقدر تشتغل على تنميه طبعا موارد الانديه الشعبيه عشان تساعدها انها تواجه كمان التحديات اللي هي بتواجهها. ده مهم بشكل كبير جدا. يعني انت عمليه حسابيه، لو دخلك 30,000 هيخش لك كام؟ وده بيخش في ميزانيه النادي. يعني انت كده كمشجع بتساهم في رفع ميزانيه النادي. الفرق دي او الانديه الكبيره دي دي شركات كوره، يعني شركات هي ما عندهاش الا كوره بس، فبتفكر ازاي انها تطور، تطلع اكبر قدر، حتى تبيع التيشيرتات للنجوم اللي عندها. يعني في فرق بتتعاقد مع نجوم مش ان هو يجي يضيف لها فنان، لا ان هو يجي اكبر تسويقيا. زي ما نشوف ميسي بيروح انتر ميامي، هو رايح سلعه تسويقيه، هو مش رايح، ميسي رفع من الدوري الامريكي، ان النجم بيروح زي كريستيانو رونالدو لما تشوف الدوري السعودي، لا هي نجوم بتروح بترفع القيمه التسويقيه للدوري بتاعها. فاتمنى ان الموضوع ده يبان، هو الموضوع كبير جدا طبعا، لكن اتمنى ان هو يتنفذ. انا بكلمك بس في الناحيه الاقتصاديه، يعني بكلمك في فكره تنميه الموارد، لكن انا متاكد تماما انه في حال عوده الجمهور في نواحي فنيه كتير جدا، لعيب الكوره وانت عارف يا كابتن احمد متحط تحت ضغط. يعني ماتش فيه مدرجات كامل العدد غير ماتش، ويعني ماتشات الكره في العارضه تسمع صوتها في الاستاد كله، في فرق كبير جدا على المستوى الفني او الاستفاده الفنيه طبعًا. على مستوى التعامل النفسي او الضغط النفسي، فكره انك تلعب تحت، تروح تلعب تحت ضغط جماهيري، خبرات، تراكم خبرات يساعد منتخب مصر وانت بتلعب ماتشات بره. احنا شفنا ماتشات لعبناها تحت ضغط جماهيري كان فيها مشاكل عنيفه جدا طبعا. ما ده اللي اثر على منتخب مصر طول الفترات الاخيره، ان انت عندك نوعيه اللعيبه او كواليتي اللعيب بقاله 10 سنين او 8 سنين او 9 سنين ما شافش جمهور في المدرج، ما بيلعبش تحت ضغط جماهيري، فيفوجئ ان هو موجود في منتخب مصر الاستاد كله مقفول، 100,000 متفرج او 90,000 متفرج، فالموضوع بيبقى صعب عليه جدا. زائد البطولات المجمعه اللي بره بيبقى فيها حضور جماهيري بشكل كبير جدا مع منتخب مصر. وخد بالك كمان في نواحي ثانيه يمكن تكون مش في الصداره، بس فكره انه النهارده جمهور الاهلي رايح اسوان، جمهور اسوان مسافر اسكندريه، جمهور الاسماعيليه رايح بورسعيد، جمهور مش عارف بورسعيد، فكره انه الناس تقابل بعض
ويبقى يوم كرنفال واحتفال طول ما في ضوابط وقواعد حاكمه الكل، هيبقى في سياحه وفي سياحه داخليه، يعني في ارتباط. الحاجات دي مهمه جدا، ما مهمه يعني جدا دي السلوكيات، بدل ما تعزل، بدل ما تاخد قرار بان كل واحد جزر منعزله وده ما يحتكش بده وده ما، وتبقى الناس شغاله على السوشيال ميديا وناس تخش تولع نار في السوشيال ميديا فالناس تنفعل اكتر لا يعني عمل بيبقى في عمليه احتقان، لكن دي بترجع للسلوكيات. الضوابط اوكي تمام مفيش مشكله، لكن سلوكياتك انت كجماهير. عندي تذكرتي تجربه ناجحه جدا، يعني ما دي اشدنا بيها يعني تذكرتي والنظام والالتزام وعمليه الحجز التذكره وسهلت وبالارقام والفان اي دي، انا عارف مين اللي داخل وعارف مكانه فين جوه الاستاد، عندي كاميرات مراقبه، عندي عناصر امن، يعني اقدر اعمل كنترول بمنتهى السهوله. والناس حابه، الجمهور النهارده نفسه يرجع المدرجات مره ثانيه، نفسه يعني يرجع. ولو في حته انتظام والتزام بكل حاجه اكيد هيمشي ورا. يعني انا عايز اقول لك انه انا ماتشات اهلي في افريقيا السنه دي اللي احنا يعني فيها حضور جماهيري رجعني للكره بتاعت زمان، يعني فكرني بالايام ما كنت بروح الاستاد والاقي الاستاد مليان وجسمك يا اشعر وانت بتشوف مثلا جول بيجي او نشيد الوطني بيتعزف. افتكرت ده، كنا نسينا الكلام ده من زمان. لا الموضوع دلوقتي يعني لا احنا داخلين عليه، انا بشوف ان لا خير الفتره اللي جايه خير. اعداد الجماهيريه، اعداد الجماهير في المدرجات بتزيد، وده زي ما بقول سلوكياتك انت كجماهير هتدي الفرصه للمسؤولين ان هي تزود عدد الجماهير، التزامك ونظامك تجاه فريقك تجاه الخصم، وخد خطوات واعمل لائحه. الخروج على النص، حرمان من حضور ماتشات، غرامه، ايقاف، الغاء ضوابط، الغاء الفان اي دي بتاعك انك ما تخشش ملعب كره تاني، يعني خد الحاجات دوابط اللي تحقق الردع، بحيث انه لو فكر حد انه يعمل اي مشكله يبقى لازم يفكر فيها مليون مره قبل ما يعني يرتكب مخالفه من اي نوع. خليني اخدك لجزئيه ثانيه، رابطه الانديه كانت فكره معجله شفناها على مدار نسختين من الدوري، في حاجات حسينا بتطور حقيقي فيها، في ناس بتشوف انه التطور ما كانش على المستوى المأمول وكان في الامكان افضل مما كان. تقييمك لفكره الرابطه وايه اللي منتظره من الرابطه الجديده في الموسم الجديد؟ اعتقد ان هي بتحاول على قدر الامكان في حدود الامكانيات، في حدود امكانيات الانديه، هي تطوير الكره المصريه بشكل عام. وده يعني بنسبه كبيره يمكن وصل لحوالي 60 او 70% من تحقيق الهدف ده. لكن بشوف ان الرابطه لا بتشتغل ان هي، وخصوصا يعني بشوف من مميزات السنه اللي فاتت هو موضوع كاس الرابطه، ده اضاف لفرق كبيره جدا يمكن شكرنا فيها ان هو في لعيبه اللي ما كانتش بتلعب ممكن تلعب في البطوله دي. ان لعيبه مصابه لسه راجعه استفادت من البطوله. لا كانت بطوله مهمه، ودي من الحاجات الايجابيه اللي حصلت السنه اللي فاتت. لكن على مستوى التخطيط انا اعرف بشكل جيد ان لا في الاحسن جاي، لكن كانت حاجه مهمه جدا وموضوع رابطه الانديه والمسؤولين عنها في تطور الكره المصريه، وان شاء الله موفقين مع الكرة. ولا ضد فكره ان السوبر المصري يتلعب بالشكل القديم او بالشكل الجديد اللي طرحته او طرحه اتحاد الكره بالتعاون طبعا وبالشراكه مع مجلس ابو ظبي الرياضي؟ لا اتمنى ان هو يكون بالتعاون مع مجلس ابو ظبي الرياضي باربع فرق مشاركه اربع فرق مصريه في البطوله. اتمنى لان ده في صالح، شايف ان الموسم يسمح بده، اجنده مصر في الانديه المصريه والمنتخبات المصريه تسمح بان في يبقى في بطولات مستحدثه او بطولات بيتم تطويرها. اتمنى ان يتوفر لها الوقت، يعني الوقت ممكن نوفر الوقت اتمنى يعني مين هيوفر بصراحه، وكله عايز يوفر بس ما حدش عارف يوفر حاجه بصراحه. لا هي هتبقى حاجه في صالح الكره المصريه، بس لو في وقت، يعني لو في وقت يسمح او لو تبقى من اولويات المسؤولين يعني. طيب تعالى اخدك للمحترفين الاجانب، واحد بس قبل ما نروح للجداد، شايف المحترفين الاجانب اللي مثلوا اضافه او اللي لفتوا نظر احمد عادل الموسم الاخير؟ في نادي الاتحاد. في نادي الاتحاد اضافوا لنادي الاتحاد بشكل كبير جدا. في مع بيراميدز فخري لقاي من ضمن اللعيبه. الاتحاد تتكلم على مابولولو؟ مابولولو كان مابولولو. وفي الديفندر هو اتباع خلاص ولا صفقه وقفت؟ لا مش كان في كلام على اهلي بنغازي تقريبا. مش ما عندكش، ما عنديش المعلومه. ما عندكش معلومه لكن مع بيعه ولا استمراره مع الاتحاد؟
لا اتمنى استمراره. تتمنى لو مش المجلس ده مش هيوفر بديل مناسب ان هو يضيف للفرقه، اتمنى استمراره اكيد. تمام. غير ما بقولوله فخري لكاي، فخري لكاي يعني من ضمن اللعيبه، اعتقد انه ده رحل خلاص اعتقد، أو ممكن بس كان ادى يعني. كان ادى موسم جيد مع مع فريق بيراميدز. في وليد الكارتي الديفندر. مين؟ وليد الكارتي. وليد الكارتي من ضمن الديفندرات اللي بستمتع بيها جدا يعني. بس ما ده بيراميدز النهارده السنه دي برضو عامل ميركاتو يعني مع خط النص، جايب مع الكارتي ومع بلاتي توريل في كلام عليه برضو. صفقه مهند لاشين النهارده تم اعلان صفقه محمد رضا بوبو. في عندهم بيراميدز لازم يدعم يعني لازم يدعم لانه داخل على دوري ابطال. فمهم جدا هينافس في دوري ابطال يعني. مش مشاويره بقى المتكرره في الكونفدراليه شايف انها ممكن تخليه في دوري الابطال ولا على الورق؟ على الورق ينافس، على الورق لكن ينافس. مع السنين الاخيره كان بيواجه صعوبه شويه، يمكن زي ما بنتكلم على الفرقه عندهم فرقه لعيبه عندها خبرات كبيره جدا، لعبت اهلي وزمالك وانديه كبيره، عندهم الخبرات وعندهم مقاومات البطوله، كان مهم يشتغل عليها ازاي، يشتغل ان هو ياخدها ازاي، فاتمنى له التوفيق اكيد. طيب تعالى نروح، هاجي لك لشكل المنافسه السنه الجايه المتوقع انها تكون مختلفه. فيوتشر حصل فيه كده محدش فاهم، حصل حاجة يعني غريبة، توقعاتك ليه ايه؟ دول المحترفين الأجانب الجدد في الدوري المصري، شايف توقعاتك ليهم ايه؟ رضا سليم طبعا صفقة الأهلي من الجيش الملكي، الكونغولي فيسن مايلي يانج أفريكانز بيراميدز راس حربة هداف، الجزائري طبعا احنا بنتكلم طبعا انه رضا سليم 23 سنة، فيسن مايلي 29 سنة، الجزائري جوبا اوكاسي من شباب القبائل اللي سموحه 27 سنه، الكاميروني اديمو كينجو ده تحت السن اعتقد من تطوان التونسي الاتحاد السكندري، المغربي محمد الزرقاني من توديلانو الاسباني لبلديه المحله، صفقه برضو ومحتاجين على نعرف عنها كتير بصراحه، السنغالي محمد سواني معلش طيب السنغالي محمد سواني ايوه نرجع بس من تونجيت السنغالي لزد، البوروندي البلجيكي محمد اميتشي من ليريا البرتغالي بلديه محله، ده بلديه محله عامل ميركاتو اوروبي، والكونغولي الايطالي تشيمبا جراتشي من كراسكو السلوفيني لبلديه المحله. نركز مع بلديه المحله، جابت كله من اوروبا. من اوروبا لا لان احمد رؤوف من نوعيه المدربين هنتكلم طيب هنتكلم عليها. عندنا بعد كده 22 سنة تنزاني موتشيني ماليما من دودوما التنزاني لزد، الكونغولي موموبولي من انتر كلوب الكونغولي لزد 19 سنة تحت السن، 19 سنة أيضا السيراليوني موزيس توري من تروا تحت 19 سنة، موريتاني ماتا ماجاسا من دوانيز الموريتاني لزد 19 سنة تحت السن، والنيجيري الحبيب حسن 19 سنة ده نيجري من منتخب النيجر، واعتقد الحبيب حسن ده الباك الشمال بتاع منتخب نيجر للشباب 19 سنة، وناس كتير جدا بتتكلم على الولد ده انه اضافة كبيرة جدا للاتحاد السكندري، جاي من البوليس النيجيري للاتحاد السكندري، عارفه انت يا احمد لعيب مهم جدا، لعيب مهم جدا. والنيجيري بقى نيجيري صديق ادامو ده من انيمبا نيجيري لكليوباترا 26 سنة. لا الملحوظ ان الانديه لسه صاعده هي اللي بتجيب اجانب كتير يعني بتجيب اجانب كتير، ومن ابرزهم طبعا زد والبلديه، ولافت نظري ان كله مركز على فكره اللي تحت السن، يعني ممكن حقيقه تراك تحت السن ده لسه معظم الانديه المصريه ما عرفتش تستغله الاستغلال الامثل، فكره انك تجيب الكواليتي في سن صغيره فتديك 3 4 مواسم ويبقى سنها لسه صغير تقدر تعيد بيعها وتستفيد منها ماليا بعد الاستفادة الفنية. ففي شفت أعمار كتير جدا تحت 19 سنة السيزن ده، واضح أن التوجه عند عدد من الأندية ده مهم، السياسة اللي كانت فعلا موجودة عند الأندية دي أنه زي ما حضرتك قلت أنه يلعب سنتين ثلاثة يعرف يسوق نفسه في الدوري المصري بشكل جيد، يقدر يستفيد منه ماديا، واللعبة دي دايما بعودها ما تبقاش كبيرة، عودها ما تبقاش عالية، حتى الايجنت بتاعه أو مدير أعماله بيبقى مثلا ممكن كالدوري المصري هو بوابه للاحتراف وبره بوابه للنعاد. طيب عايز اكلمك على اهم الاسماء لفتت نظرك، بس هروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا.
مختلف، عشان انا كنت في بدايه الحلقه قلت الجمهور نادي الاهلي النهارده ان شاء الله هننقل لحضراتكم ماتشات الاهلي في بطوله اليد الدوليه، لكن خليني اقول لحضراتكم انه تعذر نقل لقاء الاهلي وبطل مقدونيا، اللقاء اللي كان منتظر ان هو يلعب اليوم بسبب نقل التلفزيون البوسني للقاءين فقط يوميا، ليس من ضمنها لقاء الاهلي اليوم. والتلفزيون البوسني يبث غدا لقاء الاهلي ومونبلييه الفرنسي وفقا للجدول اللي تم تعديله منذ قليل، والذي ادى لعدم اذاعه مباراه الاهلي اليوم من قبل اللجنه المنظمه لبث المباريات في البطوله. القصه باختصار شديد جدا انه احنا كان في تواصل بيننا قناه النادي الاهلي بين اداره القناه وبين اللجنه المنظمه البطوله وبين التلفزيون البوسني المسؤول عن بث مباريات القناه، وتم الاتفاق على جوده المباريات، وكان مفترض انه التلفزيون البوسني هينقل او هيبث كل لقاءات البطوله، لكن التغيير اللي حصل يمكن من دقائق بسيطه جدا، من حوالي نص ساعه، انه يعني لم يتم الاتفاق بين التلفزيون البوسني واللجنه المنظمه على نقل كل المباريات، وهيتم الاكتفاء بنقل مباراتين فقط بتحددهم اللجنه المنظمه، مش هتكون من بينهم مباراه الاهلي النهارده، لكن من بكره ان شاء الله مباراه الاهلي ومونبلييه، مونبلييه طبعا فريق كبير جدا في كره اليد في فرنسا وفي اوروبا، هتذاع بكره على شاشه الاهلي 10 مساء بتوقيت القاهره، وهيسبقها طبعا وهيتخللها استوديو تحليلي كامل للمباراه. نتمنى ان شاء الله التوفيق لرجالتنا في البوسنة، ونتمنى ان شاء الله ان هم يقدموا مباراه طيبه وتسعدوا بمتابعتها على شاشه الاهلي بكره ان شاء الله 10 مساء. هرجع لضيفي تاني كابتن احمد عادل، برحب بيك كابتن احمد. أيوة. كنا بنشوف يمكن قبل الفاصل مباشره فكره المحترفين الاجانب، هل شايف اسم باستثناء رضا سليم، هل في اسماء لفتت نظرك او اسماء تتوقع ان يكون ليها مردود كبير في الدوري السنه دي؟ لا اعتقد، زي ما قلت لحضرتك كده، الحبيب حسن. الحبيب حسن، الحبيب حسن اكيد هيبقى لاعب النايجر، لاعب النايجر ده باك ليفت، لا لعيب جيد جدا، مفتاح لعب يعني هيضيف للفريق وصغير في السن يعني. هل بتشوف انه مفترض ان نفكر في فكره المحترفين كمسؤولين عن المسابقه، فكره العدد المشاركات الدوليه، في فكره كونه لاعب دولي من عدمه، مشاركته او عدد مبارياته مع المنتخب سواء منتخب شباب او منتخب اولمبي، حدود السن المتاحه، الحد الاقصى لاحتراف لاعب اجنبي داخل الانديه الدوري المصري، ولا القصه مش محتاجه لانه الامكانيات ما بتساعدش قوي ان يكون في رفاهيه في الاختيار؟ لا، هي بتبقى نوعيه لعيبه معينه اللي بتروح للمنطقه دي، يعني نوعيه ادارات معينه او نوعيه انديه معينه هي اللي بتروح للمنطقه دي في التعاقد مع اللعيبه، وخصوصا لعيبه تبقى صغيره في السن. في انديه فكر ادارتها للمنظومه هي عمليه تسويقيه، ان هو ازاي يجيب اكبر كم من الميزانيه الماليه او يضخ الميزانيه الماليه مع لعيب صغير في السن بيلعب في التوب ليفل، في سواء انت تلعب مع منتخب بلدك. أيوة. وتيجي هنا تشارك في الدوري المصري حتى لو انت صغير في السن، ممكن زي ما اتكلمنا يلعب. كم واحد افريقي يا احمد بيلعب في مصر يصلح للاحتراف في الدوريات الخمسه الكبرى؟ يعني مش هقول لك الدوري الانجليزي، في الدوري الايطالي، في الدوري الالماني، في الدوري الفرنساوي، ابرزهم اليو ديانج. لا سيبك من محترفين النادي الاهلي، انا بتكلم عموما في 18 فريق عندها تقريبا كلها لاعبين محترفين، كم واحد لفت نظرك او شايف انه لا يصلح انه يلعب في اوروبا؟ لا، بلاتي توري. بلاتي توري، بلاتي توري بتاع بيراميدز، يعني من كل المحترفين دول قبل حتى ما يجي بيراميدز كنت اتوقع ان هو ممكن يروح. يعني كنت اتوقع هو كان اوريدي اعتقد ليه تجربه في السويد قبل ما يجي مصر هنا. لا، هو لعيب في مكانه مهم جدا، مهم جدا، ويصلح ان هو يحترف بره اكيد. شايف فتره الاعداد اهم حاجات اللي هيشتغل عليها كولر، وايه المنتظر من مارسيل كولر في معسكر النمسا؟ انت رحت اي معسكرات بره مع الاهلي؟ المانيا. رحت؟ بتفرق معاك فكره انك تعمل معسكر اعداد في معسكر خارجي عن انك انت تحضر للسيزون هنا؟ هو ممكن بيروح لطرق لعب، يعني الدوريات فيها طرق لعب هتتناسب معاه هنا، او سواء لان النادي الاهلي بيشارك في اكتر من بطوله. أيوة. فممكن من رؤيه وجهه نظر مثلا المدير الفني او الجهاز الفني المعسكر في البلد دي، فالطرق لعب. لعبتوا مع مين ما رحتوا معسكر؟ لعبتوا ماتشات وديه؟ لعبنا مباريات بس مع انديه درجه ثانيه، انديه درجه ثانيه، مش فرقه دوليه، لا مش انديه كبيره، لكن هنا بيبقى زي بروفا ان انت هترجع وهتلعب ماتشاتك عامله ازاي، طريقه اللعب اللي انت هتلعب بيها عامله ازاي،
لكن ممكن مستر كولر البلد او النمسا ممكن طرق اللعب المعسكر هناك في النمسا ان شاء الله. ان شاء الله ممكن طرق اللي اكيد درس المعسكر بشكل جيد، مين الفرق اللي هيلعبها، طريقه لعبها هتبقى عامله ازاي، هيحصل في تنوع في طرق اللعب اكيد مستر كولر هيجرب. لكن اللي بيسهل دايما بتكلم اللي بيسهل عليه التنفيذ طرق اللعب او الشغل بتاعه هي اللعيبه. اللعيبه لا عندها من الامكانيات الفنيه والبدنيه والاستيعاب حتى لشغل الراجل، وده ظهر على مدار الموسم بالكامل ان اللعيبه بتقدر تنفذ ان شاء الله. توقعاتنا الموسم قوي، سكواد الاهلي بعوده المصابين، عوده المعارين، انتدابات وصفقات حتى اللحظه اللي لسه باكد ان شاء الله انها ما انتهتش في حدود معلومات، يعني ما زال في الانتقالات بقيه باذن الله، ومشي الاهلي اقوى وباذن الله مع مارس الكره الموسم اللي جاي يبقى موسم اكثر متعه وان شاء الله باذن الله اكثر حظا للالقاب والبطولات. اشكرك يا ابو حميد، نورت الدنيا حبيبي. استاذ احمد ربنا يخليك، هتروح الساحل ونجيبك تاني قريب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك كابتن احمد على وجودك معانا، ربنا يخليك، ربنا يخليك يا استاذ احمد. بشكركم على المتابعه، بكره حلقه جديده من السادسه، تحياتي لكم.